السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى سبيله واتبع منهجه وسار على دربه إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه جواد كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أيها الإخوة، إن من أركان الإيمان العظيمة الإيمان باليوم الآخر، كما جاء في حديث جبريل الطويل في الصحيحين أن جبريل عليه الصلاة والسلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أخبرني عن الإيمان، فأجابه رسولنا صلى الله عليه وسلم بقوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. واليوم الآخر أيها الإخوة اسم لما يكون بعد الموت، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فجميع ما يكون بعد الموت من القبر وعذابه ونعيمه وما يحدث فيه من سؤال الملكين، وكذلك ما يكون بعد ذلك من حشر الناس من القبور والجزاء والحساب، وما يكون من مرورهم على الصراط، وما يكون كذلك من الجنة وما فيها والنار وما فيها، كل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. فمن آمن بهذا كله فهو مؤمن باليوم الآخر، ومن أنكر شيئا منه فهو منكر لشيء من اليوم الآخر، ومن أنكر هذا جميعه فهو كافر باليوم الآخر والعياذ بالله، كما هو حال أهل الشرك والكفر. ومما يدل على أن اليوم الآخر اسم لما يكون بعد الموت ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إن القبر أول منازل الآخرة، وفي رواية إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أفظع منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في تكملة هذا الحديث ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم والألباني وحسن إسناده ابن حجر رحمه الله تعالى. فالقبر إذن أول منزل من منازل الآخرة، وما يكون بعده أيضا هو داخل في اليوم الآخر، والإيمان به داخل في الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر أيها الإخوة له ثمرات عظيمة وكثيرة، لكنني سأقتصر على ثلاثة منها. أرى أن الإيمان باليوم الآخر ينتج هذه الثمرات الثلاثة المهمة. أولها زيادة الإيمان واليقين، فإن الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويؤمن على وجه الخصوص باليوم الآخر إيمانا تاما كاملا مستشعرا طيلة سيره إلى الله جل وعلا بما يحصل في اليوم الآخر، فإن إيمانه يكون في ازدياد. والإيمان كما تعلمون أيها الإخوة يزيد وينقص، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فهذه الآية دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، والذي يؤمن باليوم الآخر على وجه تام وكامل وما يحصل فيه من جزاء وحساب وجنة ونار، فإن إيمانه بالله جل وعلا سيزيد ويقوى بلا شك. الثمرة الثانية العظيمة من ثمرات الإيمان باليوم الآخر تحقيق أركان العبادة الثلاثة على وجه تام وحسن، فإن العبادة أيها الإخوة
تقوم على أركان ثلاثة: محبة لله سبحانه وتعالى، ورجاء لما عند الله جل وعلا وما أعده للمتقين والصالحين والمؤمنين، وخوف مما أعده الله جل وعلا للفاسقين والمنافقين والكافرين. فمن يستشعر دائما الإيمان باليوم الآخر وما يحصل فيه من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى ولقاء الله وما أعده الله جل وعلا في اليوم الآخر للمتقين وما أعده الله جل وعلا في اليوم الآخر للكافرين والفاسقين، فإنه سيزداد عنده بلا شك محبة الله ورجاء الله والخوف من الله. وهذه الأركان الثلاثة هي أركان العبادة، فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى قد شبهوا هذه الأركان الثلاثة بالطائر، فقالوا إن المحبة هي رأس الطائر، والرجاء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والرجاء والخوف هما جناحا الطائر، فإذا ذهبت المحبة قطع رأس الطائر فمات، وإذا ذهب الرجاء أو الخوف ذهب أحد جناحي الطائر فاختل طيران هذا الطائر. فكانت العبادة قائمة على هذه الأركان الثلاثة: محبة الله ورجاء الله والخوف من الله جل وعلا. وقد جاء في الحديث أيها الإخوة: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، كما في الصحيحين: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ونحن كمؤمنون نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من عباده المؤمنين الصادقين المخلصين، سننظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح حينما نظر إلى القمر ليلة البدر قال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وهذا الأمر إذا استشعره الإنسان وهو من ضمن الإيمان باليوم الآخر سيزيد إيمانا ويقينا، وسيزيد في محبة الله ولرجاء ما عند الله والخوف مما أعد الله جل وعلا للكافرين والفاسقين. اليوم الآخر أيها الإخوة من العلوم الغيبية التي استأثر الله جل وعلا بها وأطلع بعض عباده على بعض من أخبارها، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله جل وعلا على شيء من أخبار اليوم الآخر وعلى شيء من أخبار القيامة والساعة، واستأثر الله جل وعلا بعلم بعض من ذلك، ومن ذلك أن الله جل وعلا استأثر بعلم وقت الساعة: متى يكون اليوم الآخر، متى تقوم الساعة، متى يحشر الناس للجزاء والحساب. هذا أمر استأثر الله جل وعلا به، وأطلع نبيه على أمور أخرى كثيرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بها، ومن ذلك ما جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله، إن كنت لأرى الشيء قد نسيته فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. أخرجه البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أمور غيبية كثيرة من زمن بعثته إلى قيام الساعة وما سيحصل يوم القيامة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بما أطلعه الله عليه، وأخبرنا أن هناك أموراً لم يطلعها الله عليه، ومنها وقت قيام الساعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يكثرون عليه السؤال: متى الساعة؟ فكان عليه الصلاة والسلام يخبرهم أن ذلك غيب لا يعلمه إلا الله، وقد جاء ذلك صريحا في كتاب الله: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ويقول الله جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ويقول جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. فوقت الساعة غيب لا يعلمه إلا الله. وقد سأل جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم فقال له: متى الساعة؟
فأجابه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لأن ذلك غيب لا يعلمه إلا الله، ولم يطلع الله جل وعلا عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. لكن الذي نعرفه أيها الإخوة والذي أخبرنا الله جل وعلا به ونبيه صلى الله عليه وسلم به أن الساعة قريبة، أن الساعة قريبة. قال الله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال جل وعلا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعيه ومدهما، وجاء في صحيح مسلم أنه أشار بالسبابة والوسطى. فهذه الأدلة أيها الإخوة تدل على أن الساعة قريبة، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قربها الشديد بقوله: بعثت أنا والساعة جميعا إن كادت لتسبقني، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن بعثته تزامنت مع بعثة الساعة إن كادت لتسبقه. فلو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث قبل أكثر من 1400 سنة، فكيف يقول عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين؟ فالجواب عن ذلك أن بني آدم، أن بنو آدم عاشوا على الأرض آلاف مؤلفة من السنين، وما بقي من هذه السنين شيء يسير بالنسبة إلى ما مضى، وبذلك تكون الساعة قريبة. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قدرها وقدر بقائها في الأرض بالنسبة للأمم السابقة كقدر آخر النهار فيما بعد صلاة العصر إلى المغرب. هذا قدر بقاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل الساعة، وبذلك نعلم أن وقت الساعة قريب بالنسبة لما عاشه الأمم السابقة. وأنت لو سألت أحد فقلت له بعد صلاة العصر متى غروب الشمس لقال لك قريب، وقد صدق في ذلك، فإن هذا الوقت قريب بالنسبة لما مضى من النهار. ويدل لذلك أيضا ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، كما جاء ذلك في صحيح البخاري. فموت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من علامات الساعة. واعلموا أيها الإخوة أن الساعة والقيامة لها 3 إطلاقات. الإطلاق الأول الساعة الصغرى والقيامة الصغرى، والإطلاق الثاني الساعة الكبرى، الإطلاق الثاني الساعة الكبرى والقيامة الكبرى، والإطلاق الثالث فيما بينهما قيامة أهل القرن، قيامة أهل القرن وساعة أهل القرن الواحد. وقد جاء ذلك أيضا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فالساعة الصغرى هي موت الإنسان، فإذا مات الإنسان قامت قيامته. والساعة التي تكون لأهل الزمان والقرن هي الساعة التي تكون بين الساعة الصغرى والساعة الكبرى، فإذا مات أهل القرن الواحد قامت قيامتهم. وقد جاء ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة: كان الأعراب يسألون نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قدموا عليه متى الساعة، فكان عليه الصلاة والسلام ينظر إلى أحدث إنسان منهم فيقول: إن يعش هذا لم يدركه الكرم، لم يدركه الهرم، عفوا، لم يدركه الكرم، لم يدركه الهرم إلا قامت عليكم قيامتكم، إلا قامت عليكم قيامتكم، أو قال ساعتكم عليه الصلاة والسلام. والحديث متفق عليه. فالقيامة الصغرى والساعة الصغرى هي موت الإنسان، والقيامة الكبرى والساعة الكبرى هي البعث
للجزاء والحساب، بعث جميع الناس من قبورهم للجزاء والحساب، والقيامة الوسطى هي قيامة أهل القرن الواحد وموت القرن الواحد كما جاء ذلك في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن غالب إطلاقات يوم القيامة في كتاب الله جل وعلا المقصود فيه القيامة الكبرى، المقصود فيه القيامة الكبرى التي هي البعث للجزاء والحساب. إذا علمنا ذلك أيها الإخوة، فاعلموا أن للساعة والقيامة أشراطاً وأمارات تدل على قربها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فالشرط الأمارة المقصود بها العلامة، والمقصود بقولنا أشراط الساعة أي علامات الساعة التي تدل على قرب وقوعها. وإن كانت الساعة قريبة إلا أن هناك أمارات وعلامات تدل على شدة قربها، تدل على شدة قربها. وهذه الأمارات والعلامات أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عنها، كما جاء في حديث جبريل حينما قال له متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكني سأخبرك عن أماراتها، ولكني سأخبرك عن أماراتها. وفي رواية أنه قال فأخبرني عن أماراتها. ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك، وسيأتي بيانها إن شاء الله. وتنقسم علامات الساعة إلى ثلاثة أقسام باعتبارين: الاعتبار الأول من جهة وقوعها، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام. فالقسم الأول أمارات وعلامات وقعت وانقضت، والقسم الثاني علامات وقعت ولا زالت تتكرر حتى تبلغ الغاية منها، والقسم الثالث علامات لم تقع بعد. فهذا التقسيم على اعتبار وقوعها. وهناك تقسيم آخر من جهة عظمتها، فتقسم على هذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: علامات صغرى، وعلامات وسطى، وعلامات كبرى. وذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن العلامات الصغرى لمن قسم هذا التقسيم ما كان من النوع المعتاد عند الناس، مثل تطاول الناس في البنيان، هذا من النوع المعتاد الذي لا يغير تغييرا عاما. والعلامات الكبرى التي تكون من النوع الغير معتاد، مثل طلوع الشمس من مغربها، هذا نوع غير معتاد. وما بينهما هو ما كان من النوع الذي هو قريب من المعتاد إلى النوع الذي غير قريب من المعتاد، كظهور المهدي، كظهور المهدي. والسفاريني رحمه الله تعالى قد قسمها بهذه الأقسام الثلاثة في كتابه البحور الزاخرة في علوم الآخرة، وجعلها تابعة للتقسيم الأول، فقال أن العلامات الصغرى هي ما وقعت وانقضت، والعلامات الوسطى هي ما وقعت وما زالت تتكرر، والعلامات الكبرى هي التي لم تقع بعد. وعلى هذا التقسيم فإنه يدخل فيها هذه الثلاثة: العلامات التي تكون من النوع المعتاد، والتي تكون من غير النوع المعتاد، على اعتبار تقسيم السفاريني رحمه الله تعالى وغفر له. أختم أيها الإخوة بذكر كتب مهمة لأشراط الساعة قبل أن نتطرق إلى أشراط الساعة في الدروس القادمة. فأقول أن لأشراط الساعة كتب كثيرة، من أفضلها كتاب التذكرة للقرطبي رحمه الله تعالى، وكذلك كتاب إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة للعلامة حمود تويجي رحمه الله تعالى وغفر له، وكذلك هناك كتاب اسمه أشراط الساعة ليوسف الوابل، كتاب جيد ونافع، وغير هذه الكتب أيضا من الكتب القديمة مثل كتاب ابن كثير النهاية، أو الكتب الحديثة مثل ما ذكرت لكم، أو مثل كتاب السفاريني رحمه الله تعالى البحور الزاخرة في علوم الآخرة، فإن هذه كتب نافعة في أشراط الساعة. وكتاب السفاريني رحمه الله تعالى هو كتاب شامل لعلوم الآخرة، هو كتاب شامل لعلوم الآخرة ابتداء من القبر إلى البعث والجزاء والحساب والجنة والنار. أسأل الله جل وعلا أن يصلح قلبي وقلوبكم وعملي وأعمالكم، إنه لذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.